المناضلة الحاضرة في هذا الشكل النضالي الرائع والناجح بكل المقاييس، رغم التكالبات، رغم التضييقات، رغم التشويش، رغم كل الذين حاولوا جاهدين نسفه بأشكال مختلفة، إلا أنه نجح بصمود وبعزيمة الحرائر والأحرار. لهذه المناسبة نريد أولاً قبل أن نتحدث عن السياق وعن الهدف من هذا الشكل أن نحيي أولاً شهداء القضية وعلى رأسهم عبد الله حجيلي، وقبلهم شهداء من الأساتذة وعلى رأسهم سعيدة الشهيدة سعيدة المنبهي التي لن ولم ننساها أبداً، شهيدة الجامعة الوطنية للتعليم، شهيدة الحركة الأساتذية أو الأستاذية. كذلك نتضامن ونعلن تضامننا مع كل القابعين حاليا في سجون الذل والعار، من كل مناضلين الأحرار، كل الحركات، كل المناضلين الذين زج بهم لا لشيء سوى لأنهم طالبوا بمغرب أجمل وبحقوق ينص عليها للأسف الشديد دستور هذه البلاد. كذلك لا يفوتنا إلا أن نتضامن وندين المتابعات القضائية في حق العديد من الأستاذات والأساتذة وعلى رأسهم أستاذات وأساتذة المفروض عليهم التعاقد. كذلك في هذه المناسبة نشيد بحرارة على كل الذين لبوا وانخرطوا في الإضراب البطولي الذي دعت له التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وكذلك الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، لا سواء 1، 2، 3 دجنبر ولا هذا اليوم 2 دجنبر الذي دعت من خلاله الجامعة الوطنية للتعليم للتوجه الديمقراطي انسجاما ومبادئها التي تدعم وتتضامن مع كل فئات المظلومة وكل فئات التي تناضل من أجل حقوقها المشروعة، وعلى رأسهم طبعا التنسيقية المكافحة التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد. كذلك نشيد ونشد على أيادي كل الأستاذات والأساتذة بإقليم العرائش الذين انخرطوا بشكل مبدئي وبشكل عفوي بهذا الإضراب وفي هذه ولبوا النداء للحضور في هذه الوقفة الاحتجاجية هذا الصباح. طبعا هناك 1000 سبب لكي نضرب، وليس هناك أدنى سبب لكي لا نضرب ولا نحتج. فكل ما إذا أردنا أن نعد ملف المطلبية أو الهجومات أو حجم الهجومات التي تكال ضد نساء ورجال التعليم بغض النظر عن فئاتهم، فنحن نتحدث دائما عن نساء ورجال التعليم كجسم واحد، لا ننظر إلى هذه الفئات إلا من باب تفاوت في الحقوق وتفاوت في المكتسبات ليس إلا، والمسؤول عنها في نهاية المطاف هي هذه الدولة التي شيئت أو شاءت أن تبلقن الوضع التعليمي وتبلقن حركات الاحتجاجية داخل المغرب لكي لا تتوحد. وهدفنا نحن في نهاية المطاف، وهذه الخطوة تأتي في هذا السياق، وحدة نساء ورجال التعليم مهما كانت فئاتهم ومهما كانت مطالبهم ومهما كانت وضعياتهم. لذلك في البيان الوطني الذي صدر عن المكتب الوطني يدعو للاستجابة لجميع مطالب كل فئات من الأساتذة المفروض عليهم التعاقد إلى آخر المستبرزين، إلى الفئات الأخيرة الأقل عدداً فيها، مروراً بالحامل الشهادات والمقصيين من خارج السلم والعرضيون وكذلك ضحايا النظامين والعديد وكل فئات التي لا يمكن أن نذكرها بشكل كامل أو لا نستحضرها حالياً، ولكن كل فئات المظلومة في الجسم التعليمي. الهجوم الذي تشنه الدولة خاصة على نساء ورجال التعليم والموظفين بشكل عام، والذي استغلت من خلاله جائحة كورونا 19 أو كوفيد 19، والذي لم ينتهي بعد، فنحن مقبلون ابتداء من سنة 2021 مع يناير مع ضريبة جديدة تسمى بالضريبة التضامنية 150 درهم لكل موظف، يقولون طبعا ابتداء من 10,000 درهم، ولكن تأكدوا بأن هذه الضريبة ستفرض على الجميع بشكل أو بآخر. دفع إلى ذلك الوضع الذي صار مخزي، حماية نساء ورجال التعليم في الأقسام وفي المؤسسات التي يشتغلون فيها في ظل كوفيد،
ليس هناك أدنى حماية، حتى الذين يصابون يعانون في صمت، ليس هناك حتى التفاتة إنسانية لهؤلاء الذين يعانون ومعهم أسرهم. الواقع الذي نشتغل داخله أصبح بئيس جدا، وبالتالي هذه ليست فقط سبب لكي نناضل ولكي نحتج ولكي نضرب، بل هناك ألف سبب كما قلت لكي نحتج ونضرب ونناضل ولا نصمت. فالإضراب كما قلنا ونقول هو دليل على أن هناك روحا ممانعة لا زالت تسري في أجسادنا، لم نطع أو لم نطع بعد ولم نستسلم بعد، وسنناضل وسنناضل ثم سنناضل حتى آخر رمق من حياتنا. هذا خيارنا، هذه قناعتنا، هذا هو دربنا، وهذا هو مبدأنا، ولا خيار لنا إلا أن نناضل. والنضال يجب أن يكون مبنيا على شعار نكون أو نكون، ليس هناك حتى أن لا نكون، يجب أن نكون، يجب أن ننتصر في معركتنا هذه، والتي أعتبرها أنا معركة الجميع، معركة الشعب المغربي. صحيح أن التعاقد هو قضية سياسية قبل أن تكون قضية نقابية، وقضية سياسية يجب أن نستوعبها، ولكن النضال والانخراط في هذه الحركات الاحتجاجية والبطولية التي يخوضها الشرفاء والشريفات هي على الأقل لإبقاء الملف حياً، لقول للشعب المغربي والرأي العام العالمي والوطني على أن هناك أناس يرفضون هذا التعاقد المخزي، هذا التعاقد المدل، هذا التعاقد المهين لكرامة الأستاذ والأستاذة. أما أن ننساق وراء الأمر الواقع الذي يراد أن يفرض علينا فمعناه أننا استسلمنا، والاستسلام يجب أن لا يكون في عقيدتنا التي يجب أن تبنى على أساس الكفاح والنضال والتضحية ثم التضحية حتى آخر لحظة. صحيح نعيش لحظة الجزر، صحيح نعيش لحظة التراجع، صحيح نعيش لحظة مخزية والكل يتكالب وهناك مؤامرات من كل الجهات، ولكن مع ذلك هنا أعتقد أنها لحظة التي سيظهر المعدن الأصيل من المعادن المزورة، هنا لحظة فارقة. وأعتقد أنه كلما كان التكالب وكلما كانت الهجومات على النساء ورجال التعليم إلا واتضح لهم بالملموس من الذي يدافع عن حقه، من الذي يقف إلى جانبه، من الذي يناضل قلبا وقلبا ميدانا وقولا والبلاغات معهم إلى على أرض الواقع. أما البلاغات وتدبيجها وصياغتها فالكل يعرف تنميق وتزويق الخطاب، الكل يعرف من نساء ورجال التعليم تنميق وتزويق الخطاب، ولكن عند الواقع الذي نقول بأن الواقع وسخرته تكسر عليها كل القناعات وتبقى القناعات الصلبة وتبقى القناعات الحقيقية، ويبقى الأحرار إلى جنب الأحرار. فمعركة موحدة فوق معركة موحدة بين جميع نساء ورجال التعليم بغض النظر عن انتماءاتهم وتنسيقياتهم وفئاتهم، بغض النظر عن مستوياتهم وبغض النظر عن وضعياتهم، يجب أن تكون هناك معركة موحدة لإيقاف هذا المسلسل من التراجعات. إذن بهذه المناسبة نحييكم ونحييكن بحرارة، ونشد على أيديكن وأيديكم بحرارة، ونرفع لكم شارة النصر وشارة الانتصار والصمود، وندعوكم إلى المزيد، إلى المزيد من التضامن، إلى المزيد من التعبئة، إلى المزيد من الوعي، الوعي الجمعي، الوعي الذي به يمكن أن نبلور شكل من أشكال التضامن وشكل من أشكال النضال في المستقبل. فلا خيار أمامنا إلا أن نستمر في نضالنا من أجل تحقيق كل المكاسب. فدمتم ودمتن للنضال أوفياء.